تعال نروح لزميلنا محمد توفيق مراسل بعثة النادي الأهلي في تنزانيا، يطمننا على البعثة ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى. مساء الخير كابتن أيمن، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجولة جديدة من جولات الاستوديو التحليلي، والنهاردة تحديدا من على شاطئ المحيط الهندي والعاصمة التنزانية دار السلام، ومباراة الأهلي وينج أفريكانز التنزاني في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. مباراة طبعا غاية في الأهمية، خاصة في ظل الظروف داخل المجموعة وفوز فريق ميديام الغاني بالأمس على نظيره بوليزداد الجزائري. بالطبع النادي الاهلي استعد لهذه المباراه بشكل اكثر من رائع، يمكن على طول بعد مباراه سموحه الفريق حصل على يوم واحد اجازه يوم الاربعاء الماضي. يوم الخميس الفريق تدرب صباحا في ملعب مختار التتش بالجزيره، ومن بعدها تحرك مباشره الى مطار القاهره، ويعني استقلنا الطائره الى هنا الى دار السلام في رحله استمرت 5 ساعات و20 دقيقه تقريبا. الفريق يمكن وصل على طول فندق الاقامه بعدها بنص ساعه كابتن ايمن، تناول الجميع وجبه العشاء ومن بعدها خلد الجميع للراحه. ابتدينا على طول امس الجمعه، يوم طويل جدا، ابتدى صباحا بوجبه الافطار، ومن بعدها يمكن الجهاز الفني كمستر مارسيل كولر ومحمد هاني حضروا المؤتمر الصحفي. طبعا مستر مارسيل كولر اتكلم بشكل اكثر من رائع انهم عن فريق يانج افريكانز وقد ايه هو فريق متميز خاصه في الفتره الاخيره، وعن استعداد النادي الاهلي لمواجهته وباذن الله تحقيق نتيجه ايجابيه. كمان محمد هاني يمكن اكد على جاهزيه اللاعبين للمباراه وطموحهم وسعيهم لتحقيق 3 نقاط غاليه في صداره المجموعه باذن الله رب العالمين. كان بعدها على طول كان التدريب الاخير والوحيد هنا في دار السلام يا كابتن ايمن، كتدريب يعني ابتدى ببعض الفقرات البدنيه، ومن بعدها على طول تدريبات الكوره، واختتم بتقسيمه قويه جدا ما بين اللاعبين. حرص الجميع فيها على بذل اقصى مجهود ليه يعني حجز مكان اساسي في تشكيله الفريق اليوم. ان شاء الله يكون الجهاز الفني موفق في اختيار 11 لاعبين الامثل لهذه المباراه، ويكونوا كمان اللاعبين موفقين في تنفيذ تعليمات الجهاز الفني. من بعدها على طول تحركنا الى فندق الاقامه، كان في طبعا محاضره يعني بالفيديو للاعبين هنا في فندق الاقامه، كانت في تمام 7:30 مساء، وبعدها على طول تناول الجميع وجبه العشاء، ومن بعدها خلد الجميع للراحه. النهارده بقى يوم المباراه كابتن ايمن، ابتدينا مبكرا، وجبه الافطار كانت في تمام لحد 11 صباحا، فتره الاكتيفيشن او التدريب الخفيف اللي بيكون موجود في فندق الاقامه كانت في تمام الساعه 10:30. الساعه 3 تناول اللاعبين وجبه الغداء هنا في فندق الاقامه في المكان المخصص للبعثه، ويعني 4:30 بدات المحاضره الفنيه، وحالا دلوقتي وانا مع حضرتك يعني اخر الملامح لخطه المباراه، التشكيل اللي هيبدا المباراه، الرتوش الاخيره زي ما بنقول اللي هضعها مستر مارسيل كولر على تشكيله الفريق. ان شاء الله يكون موفق زي ما قلنا في اختيار اللاعبين، واللاعبين كمان تكون موفقين في يعني تنفيذ كل التعليمات ويكونوا موفقين داخل الملعب. يمكن كمان امبارح شهد عقد الاجتماع الفني اللي حضره من جانب النادي الاهلي كابتن سمير عدلي المدير الاداري وكابتن وائل اداري الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الامني، وتم الاتفاق على كافه البنود وعدد المقاعد المخصصه لكل فريق وكل ما يخص المباراه، وتقرر باذن الله رب العالمين ارتداء النادي الاهلي زي التقليدي التيشيرت الاحمر الشورت الابيض والشراب الاحمر. على الجانب الاخر فريق يانج افريكانز منافس الاهلي اليوم هيرتدي يعني الطقم الاخضر بالكامل في مباراه اليوم. ان شاء الله نكون موفقين ونرجع ب3 نقاط غاليه جدا. يمكن كمان يا كابتن ايمن النهارده حكام اللقاء طقم موريتاني بالكامل بقياده الحكم عبد العزيز بو ومساعديه حميد الدين ديابه ويوسف محمود وحكم رابع موسى دياب، وان شاء الله كمان طاقم التحكيم يكون موفق في اداره المباراه، يدي كل فريق حقه ويخرج بالمباراه لبر الامان. على صعيد الاجواء بقى كابتن ايمن، هنا يمكن درجه الحراره حالا وانا مع حضرتك دلوقتي 28 درجه مئويه، ولكن طبعا ارتفاع نسبه الرطوبه يعني تتعدى ال 40%، ده يمكن عامل يعني اثر اكبر لدرجه الحراره وارتفاع اكبر في درجه الحراره. يمكن يعني في بعض التوقعات كده وان كانت غير مؤكده على سقوط امطار في وقت المباراه، ان شاء الله تكون امطار خفيفه ما تاثرش على سير المباراه. كمان ملعب المباراه يمكن اطمئنين عليه بشكل كامل الحمد لله، امبارح ارضيه الملعب اكثر من رائعه، يمكن كمان ظهرت بصوره رائعه في مباراه الهلال والترجي اللي استضافها نفس الملعب ليله امس. ان شاء الله كل الامور يعني المحيطه بالمباراه تكون باذن الله فيها توفيق لينا، وكمان يكون لاعبينا موفقين داخل ارضيه الملعب، نادي اداء كويس، وان شاء الله 3 نقاط مهمه جدا في ترتيب المجموعه الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. كل التوفيق للنادي الاهلي، ويبقى النادي الاهلي دائما في المقدمه ويبقى دائما رقم 1. كمان كابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق، طمنا محمد على الاجواء. بس احنا دايما بنقول ايه، ان شاء الله التوفيق زي ما يكون خارج الملعب داخل الملعب برضه باذن الله رب العالمين يكون حليف النادي الاهلي، وان شاء الله لعيبه النادي الاهلي النهارده تظهر بقى المعدن الحقيقي.